ده احنا بعدنا عن كل الناس. ردي عليا بقى. بقولك ايه، انا ما بحبش الاستعجال وانت مستعجل قوي. انا ما بقتش قادر ابعد عنك اكتر من كده، وبعدين الحياه اللي احنا عايشينها البهدله دي انا مش قادر عليها. انا كبرت، مش قادر على بهدله الشوارع والكافيتريات. انت دوختيني. طب بقولك ايه، انا ليا شروط. اي حاجه انت تقولي عليها انا موافق عليها قبل ما اسمعها. اي حاجه اي حاجه اي حاجه اي حاجه. طب اسمعها الاول يمكن ما تعجبكش. لا، اي حاجه تقربني منك عجباني. طب بص بقى يا سيدي، انا مش هقول لك بقى انا عايزه شبكه ومهر ومؤخر والكلام البلدي ده، خصوصا ان انت عايز الموضوع يبقى في السر، يبقى لازم تعوضني. هعمل لك كل اللي يريحك. بجد؟ بجد امورك. طب انا عايزه شقه وتفرشها لي وتكتبها لي باسمي. موافق. موافق؟ اه. وعايزك تفتح لي حساب في البنك وتحط لي في مبلغ محترم بالدولار. بصراحة شديدة الحالة صعبة جدا، احنا لقينا عندها هبوط شديد في ضغط الدم مع سرعة في ضربات القلب، عشان كده اضطرينا ان احنا نديها صدمة كهربائية. هي قعدت 24 ساعة في العناية مركزة تحت الملاحظة. طب ما اتكلمتش، ما قالتش أي حاجة؟ اتفضل. للأسف ما اتكلمتش، بس واضح ان هي تعرضت لصدمة عصبية حادة. طب هي فين دلوقتي؟ كان في واحد قريبها معاها نقلها المستشفى نفسية وعصبية، ده حسب تقرير الأخصائي. اسمها ايه المستشفى دي؟ اتفضلوا معانا على الاسم عشان نقفل المحضر. هو في ايه؟ ما تتكلمي يا لمار. في ايه يا عمر؟ مش وقت يا سلمى، قفلي وحصلينا على الاسم بسرعه. طيب حاضر. افتح الباب يا مغاوي. عندي تعليمات عليا، ما افتحش بعد الساعة 12. ده على اساس يعني ان احنا ساكنين في مدينة الطلبة ولا ايه؟ لا يا اختي، مدينة الانتاج الاعلاني. انا عبد مأمور يا هاني. ايه ده؟ انت هنا يا هانم؟ اتفضلي، ايه اللي موقفك؟ اتفضلي يا حبيبتي. اوامر يا اخويا ست النظرة، يا جوزي، يا سيد الرجالة. اوامر مين؟ افتح الباب يا مغاوري. يا باشي، اصل الست اكتفينا قالت. ما في حاجة اسمها اكتفينا. أنا اكتفيت بالكلام ده، افتح الباب، أنا راجل البيت، افتح. حاضر يا باشا، حاضر، ونعمل مرجالي. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. قال اكتفينا قال. أكمل أول، مش أنت يا أخويا اللي كنت تاخد الثواب ده؟ ما أنا هربت. يا زفت يا مغاوري، أنا مش قلت لك الباب ده ما يتفتحش؟ أنا كمان قلت له، مش شايف شغله كويس، بس ما فتحش لحد غريب، تنسيش إنها مراتي. والله مراتك يا عمي يوم ما تعرف تحكمها. مالك يا شاب شد عروقك علينا قوي كده ليه؟ ما تخفي حبه، لا يطق لك عرق، محدش يعرف يلم. لا يا حبيبتي، انا اعرف الم اللي عايز يتلم كويس قوي يا حلوه. الحلو يا اختي مترصص عند الحلواني، ولو لازمك مقرمش اخطف لك حته من الطعم. يا ده انت طعم يا بتاع الكنافه. اخسع الرجاله، خوان نخيت، مش دي اللي ما كنتش عارف لها طريق من الصبح؟ ايوه صحيح، كنت فين يا غزال من الصبح؟ ده كلام خصوصي، ما ينفعش يا حبيبي يتقال على الملأ كده، لينا اربع حيطان يداروه. وعلى رأي المثل، جوزي وانا حر فيه، جوزي اغسل واكويني. تعالي اغسليني واكويني. خدنا اكتفش منك من شويه. Thank you.
الفساد بقى عامل زي الوباء بينهش في البلد ومحدش بيتكلم، وكل ده على حساب جثث الغلابة، كله بيلهط من على وش الفتة. يا جماعة من الآخر، وقفتنا بكرة لازم تتعرض وتتصور. من الآخر عايزها فوضى، فهمتوا؟ عايز افهم انت ازاي ما بتخافش، ازاي قادر تقول الكلام ده؟ ما تسيبك بقى من الكلام ده وخلينا مركزين في اللحظه اللطيفه اللي احنا عايشينها دي. ده انا بقالي شهور بتمناها. خدي. انت عارف انا ما بشربش الحاجات دي. براحتك، انا عايز ابسطك زي ما انا مبسوط. على فكره بابي عنده مشاكل كتير قوي بسبب مقالاته والكلام اللي بيكتبه. تو 10 مرات. وده مين ده يا اخوه؟ انا. اهلا يا باشا. اتفضل يا باشا، اتفضل. اهلا وسهلا يا باشا، نورت الدنيا. اتفضل اتفضل اتفضل. اقعد. وانت مين يا اخوك؟ مش مهم، المهم المصلحه اللي حدك معانا. ما ترسينا على الموضوع يا باشا. سيبك من الباشا، انا هرسيك على كل حاجه. نبي ما انا فاهمه حاجه، ايه العباره يا بنت؟ ركز مع الباشا ونضف الجمجمه كده. هي مهمه، مهمة لو نجحتي فيها هترفعك لفوق، لفوق قوي، يمكن توصلك لغاية الروف. إنما بقى لو فشلتي هتخسف بيك الأرض، هتنزلك أسفل سافلين. مش بعيد كمان إن ترجعك تاني للبدروم اللي تربيتي فيه، فاهمة؟ يا دكتور. يا صباح الفل. اهلا اهلا يا دكتور، اتفضل. الله، ده انا افتكرتك عوني. واحد يا دكتور، احنا هنا في خدمتك، اتفضل. الله يخليك. لا بس عايز اعرف دكتوره صفوه، عندك فكره هي فين؟ ما جاتش ليه؟ دكتوره صفوه انت بتفتكرها ولا ايه؟ لا لا طبعا، هو في حد ينسى الدكتوره صفوه؟ انا بقول برضو كده. عندك فكره ولا ما عندكش؟ طبعا يا دكتور، وانا في حاجه تخفى عليا لا مؤاخذه في المستشفى دي. هي فين يعني؟ ها؟ سافرت، خدت اجازه طويله عشان تريح دماغها من الهم ده. سافرت عند قرايبها بره. سافرت؟ امتى؟ بعد ما اتطلقت من الدكتور غازي مباشره. سوري يا دكتور عمر، بس في حاله منتظره بره من بدري. طب يلا يا مريم، انا جاي وراك على طول. اي مساعده يا دكتور. اهلا وسهلا. مساء الخير. اهلا وسهلا، اتفضل. العملية فشلت، مفيش حملة يا دكتور. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. معلش ما تقلقش حاجة، إحنا هنحاول تاني. لا 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 لا، لا تاني ولا تالت، إحنا كده تمام قوي يا دكتور. يلا بينا. على رأيك، ربنا مش رايد وهو ما بيتعاملش. يا جماعة لحظة واحدة، لحظة واحدة. ربنا إدانا عقل، إدانا عقل عشان نفكر. يا دكتور حضرتك مش عارف احنا لمينا الفلوس دي ازاي؟ كفايه قوي بقى لحد كده. يلا لحظه واحده يا فندم، مش معنى ان العمليه فشلت ان احنا خلاص، لا لازم نحاول تاني وتالت لحد ما ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يريد. وان كان على المصاريف اسمح لي، يعني المره دي انا متحملها. انت ذنبك ايه بس يا دكتور؟ المصاريف ايه بس؟ مش لازم يكون في ذنب عشان نسند بعضينا. اتفضل دكتور، قول له يتجوز. انا خلاص مش مقسوم اني اخلف. انت مجنونه؟ هو العيب ده مش ممكن يكون فيا انا؟ ايه هنعترض ولا ايه؟ يا جماعه صلوا على النبي، صلوا على النبي لو سمحت. عليه الصلاه والسلام. انتوا تحاليلكم كويسه جدا، تحاليلكم بتاكد ان ما فيكوش اصلا اي عيوب. يا
يبقى مفيش مشكله ان احنا نحاول تاني لحد ما ربنا يريد. ما تفكك من الموضوع ده يا خلوصي، تعالى نهج. انا مش مصدقك يا فريد، يعني يوم ما الحظ يختشي على دمه ويخبط على باب بيتنا نصد ونقفل في وشه الباب؟ الباب اللي جيلك منه الريح يا خلوصي. فبرزز ريح ايه؟ ده نسيم الدنيا كلها. انت ناسي الياس ده عمل ايه في عم ايوب؟ انا عايزك انت غندوره اللي تفتكر الكلمتين دول. ليه بقى؟ عشان مش نفس الحبل اللي مات بيه عم ايوب يتلف على رقبتك الحلوه دي وتوحشينا؟ الله يخرب بيتك، انت هتخوفني ليه؟ هو انا ناقصه؟ مش مخوفك يا بريزه، انا بفوقك. بعدين عايز اقول لك حاجه يا بريزه، احنا هنبقى اصحاب ملك وشركة في كباريه خمس نجوم، وانت هتبقى راقصه في مصر الاولى، واحتمال نعمل لك فيلم زي الفنان نبيل عبيد الراقصه والطبال. ماشي يا عم، مع ان قلبي مش مطمن خالص. لا يا اختي طمنيه، وقولي له يا اختي كمان ايه، خلوصه بيسلم عليك. متهيألي كده كله تمام يا دكتور. كله تمام يا اخ نيازي. اتفضل يا سيدي، واعتبر ده مجرد ربط كلام. شكلها معرفة خير ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله خير. ربنا يديم المعروف يا سيدي. امين يا دكتور. اتفضل. هو مش انتي برضو الانسة عفة ربيعة رغاي؟ نعم. انا واقف سايفك بقالي كتير قوي، وعايز اجي اتكلم معاكي، بس بصراحة يعني مقلق وخايف. ما تخافش انا ما بعدش. تمام. انا كابتن علي، مدرب تنس انا في النادي. مش هاخد من وقتي غير دقيقتين، بس في موضوع لازم اتكلم معاك فيه. وحضرتك يا كابتن شايف فيا مثلا موهبه شيكابالا ولا حاجه؟ لا هو مش كده، هو انا بس بحب بنت هنا قوي معانا في النادي، ويعني نفسي اتقدم لها واتجوزها. تمام. انا شايفه يا كابتن انت المفروض تنجز بقى، عشان انا عايز اعرف، عايز مني ازغرط لك مثلا؟ لا مش كده، بس البنت دي في راجل كبير بفلوس ونفوذ ودخل لها ولعب عليها، خطفها مني من الاخر. وانا دوري ايه بقى في الليله الحلوه دي؟ الراجل ده يبقى والدك الاستاذ ربيع. بابي، انا كل طالبه منك بس ان انت تساعديني نحاول نخرج من الازمه دي باي شكل. هي البنت دي اسمها سما؟ بصي انا عايزاكي تنسي كل اللي حصل ده، تمسحيه باستيكه، واوعي جوزك يحس انه قصر فيكي. حاسبي على نفسيه جوزك. مش عارفه اقول لك ايه يا دينا، انا حاسه اني مش هقدر اسعد عمر. لا يا حبيبتي اوعي تقولي كده، اليومين دول بس معلش عديهم، الدنيا ضاغطه عليه قوي، مدياله وشها الوحش. خليكي انت الوش الحلو اللي بيهون عليه. اعمل ايه تاني بس يا تينا؟ انا خلاص فاض بيا. هقول لك تاني، اعملي مره واتنين وعشرة وعشرين وتلتمية يا اختي الوشين. خليكي بصي دني كده على ودانه زي الدبانه، الوشي يا بنت بحلاوتك. حلاوتي رقصه رقصت له، غنى وغنت له، ضحك وضحكت معاه، لعب ولعبت معاه، اعمل ايه تاني يا اختي؟ وانا انا عارفه ايه اللي صعب دوت، زي الورد وفي عز شبابه، هي العكوسات بس اللي شد عليه حيلها شويه. عكوسات؟ ماشي يا تينا، نفك ام العكوسات. الحاله النفسيه هي مفتاح السعاده الزوجيه، وعلاقه الرجل بمراته مرتبطه ارتباط وثيق وكلي وجزئي، بل ومادي وما. اصحى معايا يا حبيبي، اصحى يا حبيبي انت. ايوه عشان هسألك في الاخر. اصحى يا حبيبي. انتوا فاهمين حاجة؟ لا. لا. بمعنى؟ ايوه، هو الشعب ده بتعب بمعنى. ماشي، يعني الراجل منكم لو لقى نفسه في ليلة من ذات الليالي مش كفء. ايوه نوبك سوا مش كفر. ياه ده انتوا معاناه جماعيه. ماشي، لو لقى نفسه مش كفر يروح يدور على حالته النفسيه، يشوف مثلا مين معاه كان عليه في البيت، مين مضايقه في شغله، مين قرفه في السكه وهو راجع، عم عنده معاه كان عليه حياته، حد بيهدده بسي دي مثلا ولا حاجه، حد غلط معاها غلطة ومسكاه من رقبته فيها، حاجات كده يعني. تبنا إلى الله. هي كلها حجج وشماعات بتعلقوا عليها خيبتكم رجالة آخر زمن. ننتقل بعد الفاصل يا جماعة. يلا يا حبيبي، انت هو حساب مشاريب الوصلة الأولى وانجزوا، قصروا تتكسروا.
يلا حبيبي، يلا اخويا. سامع مراتك بتقول ايه؟ يرضيك؟ يعني عشان انا يعني فكيت نفسي معاك، عشان انتوا اهلي يعني تقوم تعايرني كده. لا ابوس ايدك فك معانا، او معايا انا بالذات فك. لا تعايرني ولا عايرك، الهم طايلني وطايلك. لا لا يا حبيبي، انا لسه ما وصلتش للمرحله دي، والليله دي هزبت. الوصله الثانيه يا قبام. الوصله الثانيه مش لما يخلص الاولانيه. الكلام ده ليك انت. ايه بمعنى؟ ايوه بمعنى. انا اموت واعرف اتاخرت لحد دلوقتي راحت فين. اموت واعرف اتاخرت لحد دلوقتي راحت فين. الساعه 12، الساعه 12 لسه ما جتش. الساعه 12، الساعه 12 ولسه ما جتش. لا حول ولا قوه الا بالله. كل ده بتذاكر فين يا ربي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اهدي بقى اهدي بقى، وترتينا يا ست طينا. انا اللي وترتك، انا اللي وترتك. امال انت بتعملي فيا ايه؟ راح جايه وترددي الكلام ورايا ايه؟ انا اللي وطي يا بنتي. ايديا بتخدل، ايديا بتخدل. صدقي بالله انا غلطانه ان انا باخد بخاطرك. بتحي اهجت اهي خلاص. ايول روحي شوفيها، روحي شوفيها. يعني يا اختي الساعه عدت 12 والباب لسه مفتوح. على كل ده عشان السنيوره الصغيره لسه ما وصلتش. انما انا يا اختي لو اتاخرت تعمليها لي ليله. عم حافظ خد الست دي وتكلوا على الله احسن لكم. اوه ماي وايف تينا غزل هانم جايه تعتذر لك. كتر خيرك وخيرها، متشكرين منكم قوي. الله يكرمكم، خرجوا من نفوخي انا اللي فيها مكفيني. بقى انا جايه اوصل للود تقومي تصديني كده؟ يا اختي لا ود ولا مش ود، كتر الف خيرك. انا مش فايقه لكم. شايف يا زازا؟ شايف بتعمل ايه؟ وانا اللي جايه وقصدي خير، ومديها لها ايديا وفاتحه لها دراعاتي تقوم تعمل معايا كده؟ لا يا تينا غلطانة فيها، لازم تبوسي على راسها. أبوس إيه؟ طب عليا النعمة من نعمة ربي، لو البت المعزة دي ما خرجتش من هنا دلوقتي حالا لأنا فاتحاها، ولما عليها أموت لا إله إلا الله، وعليا وعلى أعدائي. خلص يا غزال. تعالي هنا. عمي أسبي. عمي أنتِ تدفعي عليا شاشة. اسمك إيه أنتِ؟ اسمي اسمي أنا حارسك وصايك يا أختي. بقول لك إيه يا بنت، حلي على فخنا. لا لا يا تينا، انت غلطانه من سالتك لراسك. ناوي ناوي ابوس دماغك، ابوس دماغك، سيب حالي. تعالى يا بت، تعالى يا بت، تعالى تعالى يا بت. هداتو ما بيتحركيش، ما بتشتمسيش. يا هرادة يا هرادة يا مزيك يا وريك. انا وراني في ايه؟ بيت ده ولا جنينة حيوانات؟ اخراسي خالص، مش عايز اسمع نفس. ايوه على ما بتجيش غير بالسك. انا قلت بس، ولا هتعلي صوتها ولا حتى اللي هيعلي صوته حسابه هيبقى معايا انا. ايه في ايه؟ خلاص ايام الدلع خلصت النهارده. عمر بتاع زمان في ليته، دي عمر جديد. تمام. ايوه عمر الجامد. ايوه 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 يا حبيبي. أيوة. عمر بيبي تعال انا عايزاك. انا جاي يا بيبي حالا. اها عمر فعلا جامد. اوعى يا عم. تعالي يا ابني. لاموره لامار. لحظه واحده يا حبيبي. لحظتين ثلاثة أربعة براحتك خالص. براحتك خالص خالص خالص. الليلة الليلة اللي تعلمت يا رب تبارك تبارك وتزيده يا رب تبارك يا رب يا رب تبارك يا رب يا رب تبارك يا رب تبارك يا رب تبارك يا رب تبارك وتزيدوا. وحشتني قوي يا قلبي. وانت الله اول مره الحلوه يكمل كده. شكلي النفسيه متظبطه الليله. يعني هو ينفع برضه؟ هو في حد يشوف حلاوه كده؟ ريو
بالريون. امال كنت بتزعق ليه؟ ده تسخين يعني تمرين كده عشان واحد يفتكر. تفتكر ايه؟ انا هفكرك حالا. عمر. انا ما اسميش عمر، انا حواش. مغاوري يا مغاوري. ايه في ايه؟ عفة كويس يا سما ان انت عرفتيني، اثرتي عليا حوار طويل قوي. ممكن اعرف بقى انت جايه في ساعه زي دي عايزه ايه؟ بصي يا سما، عشان مصلحتك ومصلحتي انا جايه اقول لك كلمتين وهمشي. سما انا عايزاكي تبعدي عن مش قادرة. مالك؟ في ايه؟ يا غوري مش قادرة. انزلي طب معايا. يلا انزلي. هاخد الشبكة دي. مش عارفة تعالي دي. تعالي الحقيني. مش عارفة. يا غوري تعالي يا اختي، تعالي ندخلها الدكتور عمر يكشف عليها. لا لا عمر لا، عمر لا بلاش. حرام عليك البنت هتموت. المصايب دي يا ربي. يا دي النيلة. لا بقى هو في ايه؟ دي مؤامرة، هي الجوازة دي حرام ولا ايه؟ هدي روحك يا حبيبي، هدي روحك عشان نفسيتك تبوظ. أرجوك عشان خاطر خليك انت، خليك انت، مالكيش دعوة باللي بيحصل لنا هنا. تعالى يا اخويا الحقني، الحق ايه اللي حصل؟ شوف حكاية البنت دي ايه؟ ايه ده؟ روج؟ وهيجي منين الروج ده؟ يخزى اللهم صل على النبي. ارحموني ارحموني بقى يا اخويا، هو ده وقت اباحة؟ البنت هتموت في ايدينا. مين اللي جاب دي هنا؟